بحضور الأمين العام لولاية البطحاء صالح حجار تيجاني، احتفل سكان محافظة السنيط بمناسبة تاريخية، وذلك بهدف تقديم رسالة شكر وعرفان لمشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس دابي إتنو بتحويله مركز إداري السنيط للرحل إلى محافظة، حيث حضر المناسبة العديد من القادة العسكريين والإداريين والسياسيين والشيوخ التقليديين وجمع غفير من سكان الغرى والبلدات والفرقان المحيطة بها، رافعين لافتات صور مشير تشاد وحرمه، وذلك تعبيرا عن فرحتهم بتحويل مركزهم الإداري للرحل إلى محافظة. رئيس اللجنة التنظيمية لهذا الحفل المستشار بشار الدريب شكر جميع الذين ساهموا في إنجاح هذه المناسبة، كما شكر قادة المنطقة الذين بذلوا الغالي والنفيس، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتجمعات النسائية على حفوة الاستقبال. من جانبه رئيس وفد كوادر بعثة السنيط الدكتور إبراهيم سعيد أشاد بالجهود التي بذلها أبناء المحافظة، مطالبا السكان إلى الوحدة والتضامن خلف مشير تشاد لأجل تحقيق التنمية المستدامة خاصة في محافظة السنيط. في كلمتهن ممثلات النساء في الحركة الوطنية للإنغاذ وشؤون المرأة بمحافظة السنيط فاطمة ساكن حمدي وخديجة أحمد كريبه، قدمنا شكرهن لمشير تشاد وسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو على ما قدموه للمرأة الريفية بشكل عام، كما طالبنا بالمزيد لنساء محافظة السنيط. هذا ونشير إلى أن المنطقة اعتمدت كنقطة إدارية في عام 1967، ثم أصبحت مركزا إداريا في عام 1997، واليوم أصبحت محافظة بتاريخ 2 فبراير لعام 2019، وتقدر مساحتها ب 400 كيلومتر بخطي العرض والطول. حفلنا يندرج تحت نقطتين أساسيتين، هما شكر حكامة رئيس الجمهورية مشير تشاد للسيبي إتنو على جهوده المبذولة لتنمية تشاد عامة والبطحة وكذلك السنيط بصفة خاصة، نشكره على هذه البادرة الطيبة حينما تم محافظة السنيط من مركز إداري إلى محافظة، هذا شيء ثاني. الشيء الآخر هو إعلان الانطلاقة الرسمية لخطة عمل تنمية المنطقة، لأنها محافظة جديدة تحتاج إلى بنية تحتية في مختلف المجالات، خاصة في مجال الصحة والتعليم والمياه وكذلك التعليم. لذلك نحن أبناء المنطقة حينما قررنا القيام بهذه المناسبة يعني استمرت معنا قرابة 11 شهرا، نتيجة يعني الطارئ الحاصل مرض كوفيد أخرنا كثيرا، لكن الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وأخيرا تم هذا الحلم. الحلم أصبح حقيقة، أبناء السنيط اجتمعوا يعني كلهم على قلب رجل واحد من أجل التنمية، من أجل الوحدة وتوحيد كلمتهم وصفهم. نتمنى أن تكون هذه البداية لتنمية هذه المنطقة.